واحد يركز شوي معليش عشان ركز يعني يلا تفضل محلقين معك روح بسم الله. فقول الله سبحانه وتعالى يعني أقسم بالفجر قال والفجر وليال عشر. غالبية المفسرين قال العشر يعني الأيام عشر ذي الحجة جيد. وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء هذا أحب. لاحظتوا أي في حديث يعني آخر قال ما من أيام أعظم من هذه الأيام العشر. نعم قال فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. اللي صيغة التكبير معروفة ولا سبحان الله عاد اللي ورد يعني التكبير بس التحميد والتهليل والتكبير بالعموم يعني العموم إيه عرفت. لاحظ يا إخوان شوفوا كيف يا إخوان أفضل أيام الدنيا جيد. العمل اللي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه عمل صعب ولا سهل؟ اللي هو إيش؟ تحميد والتكبير والتهليل. الذكر عموما لكن خاص من الذكر التحميد والتكبير والتهليل. إذن سبحان الله لا يوفق لهذه الأيام إلا موفق ولا يحرم إلا محروم مخذول. إذا ما قدرت في هالأيام اللي يحبها الله سبحانه وتعالى ويحب العمل فيها أن تقوم بالعمل السهل متى تقدر؟ أي والله تروح للأعمال الصعبة ما تقدر. فالتوفيق سبحان الله هذا دليل على التوفيق. إذا رأيت نفسك تحمد الله وتكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اجتمع فيها كل شيء التكبير والتهليل والتحميد هذه سبحان الله إيه هذه فيها نعم يعني هذه الصيغة اللي نقولها في صيغ ثانية في نعم مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد في صيغ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أجل ولله الحمد عرفت كيف؟ إيه نعم. فورد يعني عدة صيغ. الشاهد هذه الأيام تجتمع قال أهل العلم تجتمع فيها أمهات العبادة الصلاة بعد الشهادتين طبعا كل المسلمين الحمد لله والزكاة تقدر تدفع الزكاة واللي بتصدق مثل ما قلنا الوقف الوقف اللي يأخرها العشر الآن فرصة صدقة عرفت كيف؟ والحج تجتمع فيه والصيام ايه والصيام احسنت نعم الصيام من الاعمال المحببه الانسان يعني يصوم هذه الايام. الغريب يا اخوان وهذه سبحان الله يعني ارجو ان تكون لفته وممكن يعني تعلمونها جيدا بس التذكير انه واذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. افضل يومين من ايام السنه اللي اختلف فيها اهل العلم في ايام العشر. أفضل يومين. نعم أفضل يومين اختلف أهل العلم فيها الحبشي. فهمتك. اليوم التاسع. أحسنت يوم عرفة. ويوم النحر. ويوم النحر. ورد حديث أفضل أيام السنة أو أيام الدنيا يوم عرفة ورد أيضا أفضل أيام الدنيا يوم النحر. واختلف أهل العلم هل أفضل يوم عرفة لما فيه من المغفرة والرحمة التي تنزل والعتق من النيران ليس لأهل الوقفة فقط. يا سلام عليك كافة المسلمين يصومون عرفت كيف اللي احسنت يا سلام عليك يا عبد العزيز لمسه يعني جميله من عبد العزيز لانهم صايمين يوم عرفه فيتجلى الله سبحانه وتعالى لعباده في هذا اليوم واشهدكم اني غفرت لكم اذهبوا مغفورا لكم يا رب يا سلام. فقالوا لما فيه من العتق من النيران والمغفره والرحمه هذا أفضل يوم. يتباهى الله. يتباهى العبادة طبعا يعني لماذا أتوني؟ لا يتباهى لماذا أتوني؟ والله أعلم. ويذكر صفاتهم شعبا غبرا. نعم والله أعلم سبحانه. أما يوم النحر فلا لما فيه من يعني تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى من الهدي وال يعني الأضاحي اللي يعني يضحى يعني فيها النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بمئة. من الإبل مئة من الإبل ذبح بيده الشريفة 63 وكانت الإبل تتسابق كل واحدة تقول تعال نحر 63 بيده ثم أوكل
من يا ابو عبد العزيز؟ علي بن ابي طالب. كم بقي من 63 من جد يجيب الرياضيات؟ 37. احسنت 100 نقطه بالله و100 نقطه الاولى معك. لا اعطوه فطاير بس. جميل. طيب انا لعل اترك ابو عبد العزيز يعني كمل. تفضل يا ابو عبد العزيز. هذا يعني لا الجميل في